نقدر نقول ان مريم فخر الدين جواها كل هذا الرضا والمصالحه مع نفسها عن ادوارها وعن كل اللي عملتيه، حتى اللي بيقولوا انك اتظلمتي بتقولي انا ما اتظلمتش وادوارك كانت انا ظلمت بس انا ليا طريقه. انا لما حد يظلمني ما احبش ارد الظلم ده، ده منتهى التسامح في الجواز من الرجال. مش شايفه الراجل عملت فيه ايه وفي الاخر يديني زومبا الراجل الدكتور ده ابو ابني. انما هي طب مش طب ازاي اداكي زومبا؟ ها ازاي اداكي زومبا؟ ده هقعد احكي لك 3 ايام مش هروح بقى. بعد ما رجعنا كنت انا حامل في محمد كويس. ولدت الواد محمد ده من هنا وبعدين يا ستي كان عنده 2 3 شهر قال تعالي نروح اسكندريه نصيف. قلت له صيف. رحنا اسكندريه، انا عندي ساياميه كانت شقه في اسكندريه. قال لي يلا نروح اوتيل فلسطين. ليه يا اخي فلسطين؟ ما نقعد في الشقه. قال لا فلسطين وفلسطين وعندي بيبي وداده يعني ناخد اوضتين بقى. برضه الفلوس كانت شحل، انا ما بشتغلش هو اللي بيشتغل فالفلوس. المهم وبعدين كنا يوم الخميس جاي يوم الجمعه بالليل قال اخ انا ناسي عمليه الواد هيبنجوه يوم السبت الصبح وبتاع لازم انزل. قلت له صحيح خلاص. انا بقى متضايقه طبعا. فجات لي ايمان كان ابوها بعتها لي فقعدت تلعب باخوها. انا حامل بعد محمد كنت حامل على 40. فقلت اجيب عائلين بقى ونلعب بيهم وخلاص. محمود ذو الفقار اخذ البنت. ايمان روحناها وانا راجعه كعبلت في الرصيف وقعت رجليها اتكسرت. هو الدكتور الطويل ده اصلا اسكندراني الحقيقه. بس قال لي كلمت قلت له الحق رجليها اتكسرت وانت دكتور الحقني يعني بتدلع عليه. قال لي روحي مستشفى المواساه روحي جبسي رجليك. بالطريقه الجافه دي لقيتها وحشه خالص الطريقه دي. المهم نزلت لقيت 50 بني آدم وداني المستشفى وجبست ببلاش والدكاتره هيصولي وعملوا لي بل ورجعت. هنا بقى قلت هقعد في اسكندريه اعمل ايه؟ والله اوضتين انا اوضه والعيال اوضه والدادة اوضه وهو قاعد في مصر اعملها جميله وارجع له مصر. رجعت يا اختي مصر. جارتي الدكتوره ألفت محي الدين اخت فؤاد محي الدين جارتي اللي جنبي على طول. جوزها دكتور امراض نساء ابراهيم كمال الله يرحمه ماتوا بقى الله يرحمه. قابلتني ألفت ايه تعالي مالك مجبسه رجليك ليه وانت حامل وبتاعي عارفه ان انا حامل. تعالي هطلع معاكي نكلم ابراهيم لان ابراهيم راح العياده ابراهيم كمال. هكلمه يجي بدري عشان يشوف البيبي اللي في بطنك مات من الوقعه دي ولا كويس. قلت لها طيب. دخلت انا وهي اوضه النوم وافتح الباب الاقي جوزي نايم مع واحده ست في السرير. ألفة دي مشت. انا عشان طيبه النيه انا قلت يمكن دي عيانه وده بيكشف عليها عشان كده عريانه الوريه دي. كمان ها للدرجه دي ما جاش على بالي ولا اتخضيت ولا حاجه. انا خدتها بحسن نيه قلت الوريه دي عيانه وجوزي بيكشف عليها. وبعدين قلت طب دي ده انف واذن بيكشف عليها على ايه وهي عريانه في اوضه النوم وهو طب عريان ليه يعني بعد فتره. بعدين كسفت ازعق فقلت مساء الخير. اما حدش رد عليا كمان كمان طب هقول لك حاجه بعد كده. المهم مشيتهم البيت بعد كده كان ليا سلفه ده كان دايما يفل طلع بتاع نسوان هو الدكتور الطبيب جاء مصر والعربيه المرسيدس والعياده والعمليات فابتدى ياخد في نفسه الم. طب وانت عملتي ايه في الموقف ده؟ ولا حاجه قلت مساء الخير. هعمل ايه؟ مساء الخير بس. هي لبس قلت لها قومي لان انا رجلي مكسوره وحامل وده سريري لا مؤاخذه قومي عشان تروحي وانا نام. ده سريري هروح فين يعني؟ قامت عريانه بقى ابتدت تلبس. مش حاجه تخض حاجه تقرف الحقيقه. والله وبعدين قلت له انت كمان البس لان روحها مش جايبها روحها انا عايزه اطلعهم البيت لان انا عارفه بعد دقيقتين هنهار يعني ما فيهاش نفس. دخلت في السرير اكثر حاجه غزتني لقيت مطرحي انا سخن لان هي اللي كانت نايمه مطرحي وعاده لما بخش في السرير مطرحي بيبقى بارد. فحسيت المهم جالي انهيار. بيبي نزل لوحده وكده. وبعدين بعد كده في ليا واحده سلفه بيقولوا انك انت اصبتي بعد كده بانهيار قعدت من شهر بتصرخي. مش شهر 6 اشهر كمان بيبي راح. فطبعا دي خدت لي شهر في مش عارفه اتكلم مش عارفه كمان اقول ايه.
يعني مش عارفه ايه الموضوع ده، اكبر من اللي انا كنت بتخيل. حبيت ان انا انتقم من مساء الخير، تخيلي. وبعد كده ما حبيتش تنتقم مني. هحكي لك غصب عني، انا لازم ابرد. ليا واحده سلفة، فين جات لي تزورني؟ فين جوزك؟ قلت لها جوزي مع جوزك انت سافر وطنطا مش عارفه يعملوا ايه. قالت لا جوزي انا ما سافرش طنطا. المهم عرفنا ان جوزي، قالت لي جوزي في مش عارف شاليمار ولا بتاع في شارع الهرم. رحنا هناك ما لقيناش الرجاله. قلت لها تعالي، قالت لي هعزمك على عصير مانجا في شارع مش عارفه ايه كده عماد الدين ولا بتاع. قلت لها لا ما تروحيش عند ده، ده جوزي بقى عنده واحد تاني مانجته احلى، يعني عارفه كلام نسوان كده. رحت لقيت عربيه جوزي راكنه قدام بتاع المانجا اللي هو بيحب يشرب منها، ومعاه واحده مره غير اللي كانت نايمه في السرير كمان. قالت لي شوفي بقى انت مهزقانه، وروحي اشتميه واضربيه بالجزمه وكله. قلت لها طيب. ركنت في الحاره. طلعت انا عشان فعلا ابتديت اخلع الجزمه من رجلي عشان انسلها على راسه. ومش ضربنا فعلا. قالوا لي يا جماعه اهلا مدام مريم، فينك من زمان؟ وهات يا بوس والطريقه. معجبين؟ معجبين؟ معجبين في الشارع. في الشارع. هات يا بوس وازيك وحشانه وبتاع. طبعا انا مش هقول لهم الحقوا جوزي تعالوا اضربوه معايا. سكتي. كملت. كنت ابتسم عبال ما وصلت العربيه، كانوا ثلاث اربع معجبين قالوا لي الحكايه دي. كان بقى فتحت مش. الباب قلت لهم مساء الخير تاني. انا كل ما الاقي جوزي لازم اقول له مساء الخير. ما شاء الله. بس ومشيت.